دعا العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، دعا مستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية خلال إجازة عيد الفطر والتقيد بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الرائد عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور. إذا نرحب بك سعادة الرائد في نشرة أخبار الثالثة. كيف استعدت الإدارة العامة للمرور لإجازة عيد الفطر المبارك، وما هي أبرز النصائح التي تودون توجيهها لمستخدمي الطرق؟ أعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية تهدف إلى انسيابية الحركة المرورية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. ولا يخفى على جميع مستخدمي الطريق بأن جميع شوارع مملكة البحرين راح تشهد كثافة في الحركة المرورية، إلا أن الإدارة في خطتها سوف تقوم بنشر الدوريات المرورية على الشوارع والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى الدوريات الراجلة في بعض المناطق. تدعو الإدارة جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والتقيد بالسرعة المحددة على الطريق داخل الأحياء السكنية، وعدم التسبب بالإزعاج وإعطاء المشاة حقهم بالعبور، والحفاظ على سلامة الأطفال في محيط الفعاليات وفي المناطق السكنية. وتتمنى الإدارة العامة للمرور السلامة للجميع. سعادة الرائد عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.